هي أولى الخطوات التي يخطوها كرئيس للولايات المتحدة في حقل ظل ملغوما لسنوات، الأسلحة. فالعنف الذي تشهده البلاد بسبب الأسلحة النارية بات يشبه الوباء كما وصفه بايدن، ويسبب إحراجا دوليا لها. هذا يكفي، حوادث الأسلحة وباء في هذا البلد ومصدر إحراج لنا على الصعيد الدولي. أعلامنا منكسة بشكل دائم تقريبا، حزنا على ضحايا إطلاق النار. طلبت من المدعي العام اتخاذ الإجراءات اللازمة من دون الاضطرار للجوء إلى الكونغرس، كما أعين ديفيد شيبمان لقيادة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. فمن غير المعقول أن يبقى هذا المكتب من دون قيادة منذ عام 2015. الرئيس الأمريكي وجه وزارة العدل لتشديد الإجراءات المعتمدة في اقتناء الأسلحة على الصعيد الوطني، خاصة ما يتعلق بما يعرف بالأسلحة الشبح التي تصنع يدويا من أجزاء لا تخضع للرقابة عند اقتنائها ولا تحمل أرقاما تسلسلية، بالتالي يصعب تعقبها. وهي الأسلحة التي استخدمت في حوادث إطلاق النار التي شهدتها ولايات متفرقة خلال الأسابيع الماضية. يستطيع الأفراد شراء مستلزمات لتجميع سلاح ناري بمفردهم وفي غضون 30 دقيقة فقط بسبب فجوة قانونية لم يتم تدقيق ذلك، لكننا في غضون 30 يوما سنقدم الإجراءات اللازمة لسد هذه الفجوة، كما سنعمل في غضون 60 يوما على إخضاع أي سلاح مزود بدعامة تثبيت لقانون الأسلحة النارية. لا تستطيع وزارة العدل العمل بمفردها، لكننا سنقوم بما استطعنا لعدم حصول المجرمين على الأسلحة. ولم يغادر الرئيس الأمريكي دون أن يستشهد بآخر حوادث إطلاق النار والتي شهدتها ولاية كارولينا الجنوبية، مسفرة عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان، وتذكير الأمريكيين بأن نحو 100 منهم يقضون حتفهم يوميا بسبب الأسلحة النارية. حوادث تكلف البلاد عدا عن الخسائر البشرية خسائر مادية تقدر ب 280 مليار دولار سنويا. وسط الانقسام الذي يشهده الكونغرس والذي لم يتمكن بسببه مجلس الشيوخ من تمرير تشريعين لمجلس النواب، أكد بايدن أنه لن يتوانى عن فرض مزيد من التشديدات على واحد من أكثر الملفات جدلية في الولايات المتحدة. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.